بسم الله الرحمن الرحيم. إن بلغت من العمر 50 عاما بارك الله في عمركم جميعا، وأنت تتبول بصورة طبيعية وليس لديك أي مشاكل في المسالك البولية، وذهبت إلى طبيب الأشعة يوما ما لعمل أشعة تلفزيونية لأي سبب غير متعلق بالمسالك البولية، وأخبرك طبيب الأشعة أن هناك تضخم حميد في البروستاتا 40 جراما على سبيل المثال. هل هذا مرض؟ هل عليك استشارة طبيب المسالك البولية؟ هل عليك أن تبدأ علاج؟ سأجيب على كل هذه الأسئلة وعلى غيرها من الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرضانا مرضى المسالك البولية في هذا الفيديو المبسط إن شاء الله. سأبدأ بنبذة بسيطة عن البروستاتا على هذا المجسم. هذه هي المثانة البولية وهذا هو مجرى البول، وكما ترون غدة البروستاتا هي هذه غدة البروستاتا تحيط إحاطة كاملة بمجرى البول، وهذا يفسر حدوث أعراض في البول في أمراض البروستاتا. البروستاتا هي غدة صغيرة، هذا هو حجمها التقريبي، حجم عين الجمل، ووزنها ما يقرب من 25 جراما. وهنا السؤال: ما هي التغيرات التي تطرأ على غدة البروستاتا مع العمر أو مع تقدم السن؟ عندما أشرح لمرضاي أقول تحدث تغيرات في البروستاتا مثلما يحدث لباقي أعضاء الجسم، مثل إبيضاض أو شيبة الرأس، الصلع مثل عندي، تجاعيد الوجه. كل هذه ليست مرضية، ولكن تغيرات نقول عليها فيسيولوجية أو للتبسيط طبيعية أو عمرية. وأيضا يحدث في غدة البروستاتا بعض التغيرات. فلك أن تعلم أن عند عمر 50 عاما تقريبا 50% من الرجال يحدث بهم تغيرات في غدة البروستاتا، وعند 100 عام تقريبا كل الرجال يحدث عندهم هذه التغيرات. فإذا أخذنا في على سبيل المثال 100 رجل، 50 رجلا منهم بهم تغيرات فيسيولوجية في غدة البروستاتا أو تغيرات طبيعية. هذه التغيرات في معظم الأحيان هي زيادة في خلايا غدة البروستاتا التي تؤدي إلى زيادة في حجم أو تورم حميد كما نسميه في غدة البروستاتا. ولكن من حسن الحظ ليس كل هؤلاء الذي يحدث عندهم تغيرات في غدة البروستاتا ليس لديهم أعراض، فمعظمهم ولحسن الحظ ليس لديهم أعراض. إذا رجعنا إلى المثال الأول الذي بدأت به هذا الفيديو، إذا كنت رجل ليس لديه أي أعراض في البول وتتبول بصورة طبيعية، ومجرد أنك ذهبت إلى طبيب الأشعة لسبب غير متعلق بالمسالك البولية ووجدت فقط تورم حميد في البروستاتا، هذا ليس مرض، هذا فقط هو تغير عمري أو سني لغدة البروستاتا. وإذا أخبرك طبيب الأشعة عن غدة البروستاتا قل له لقد شاهدت فيديو الدكتور محمد وهو تحدث عن هذه التغيرات وهي تغيرات طبيعية ولا تستدعي أي علاج أو حتى استشارة طبيب المسالك البولية. أنتقل الآن إلى السيناريو الثاني. تحدثنا من قبل عن البروستاتا كتضخم حميد الذي يحدث في غالبية الرجال بعد 50 عاما، ولكن كما أخبرتكم أن معظمهم ليس لديهم أي أعراض. الأعراض تحدث في جزء منهم، ما بين 100 رجل كما أخبرت 50 منهم يحدث لهم التغيرات الطبيعية، وتقريبا ما بين 15 أو 20% يحدث لهم بعض الأعراض. أعراض البروستاتا تبدأ عادة أعراض بسيطة، وهي في مجملها صعوبة في البول كما شرحت، لأن غدة البروستاتا كما شرحت تحيط بمجرى البول إحاطة كاملة. فإن كان هذا هو مجرى البول وتضخمت البروستاتا، فالناتج النهائي هو تضييق لمجرى البول. ولكن الأعراض تبدأ عادة أعراض بسيطة، فإذا كنت تعاني من أعراض بسيطة في صعوبة بسيطة في البول، تستيقظ مرة واحدة بالليل للذهاب إلى الحمام، أقول لك هذه الأعراض هي أعراض بسيطة ولا تستدعي بداية العلاج. وإن كنت تريد زيارة طبيب المسالك البولية فعلى الرحب والسعة، ولكن سأقول لك عندما تأتي إلي اطمئن، لا داعي أن أبدأ العلاج، وعليك أن تأتي لزيارتي بعد 6 أشهر أو عام.
ننتقل الآن إلى السيناريو الثالث. تحدثت في السيناريو الأول عن تغيرات عمرية فقط في غدة البروستاتا غير مصاحبة بأعراض. في السيناريو الثاني تحدثت عن أعراض بسيطة لا تستدعي العلاج. هنا السيناريو الثالث مختلف، هنا الأعراض شديدة التي تستوجب العلاج. هنا المريض يشتكي من صعوبة شديدة في التبول، في بداية التبول يشتكي دائما أنه لا يتم إفراغ المثانة البولية بشكل كامل، يذهب إلى الحمام بصفة مستمرة، يستيقظ مرتين أو أكثر بالليل للتبول. هذه الأعراض في الحقيقة هي أعراض واجبة لزيارة طبيب المسالك البولية، وعند زيارة طبيب المسالك البولية يرجى استحاب كل الأدوية المصاحبة لك وكل الأشعات والتحاليلات والفحوصات التي تم عملها من قبل. عندما تأتي إلي سأأخذ منك التاريخ المرضي الكامل لك، التاريخ الدوائي، سأقوم بعمل فحص سريري لك. وبالمناسبة وجدير بالذكر لابد أن أذكر الفحص الشرجي. ففي الحقيقة عن طريق الفحص الشرجي أقوم بتجميع معلومات مهمة عن غدة البروستاتا، منها حجم البروستاتا والأهم وجود أي أورام سرطانية حفظكم الله. فإذا سألك طبيب المسالك البولية عن الفحص الشرجي فأرجو التعاون معه. السيناريو الثالث في الحقيقة يستوجب العلاج. هذا العلاج يعمل على ارتخاء جزئي لعنق المثانة وتوسعه لمجرى البول، مما يساعد المريض على التبول بصورة طبيعية إلى حد ما. نأتي إلى السيناريو الأخير من سيناريوهات البروستاتا. السيناريو الأخير هو مريض بدأ العلاج، كانت لديه أعراض شديدة، هذه الأعراض كانت تحرمه من ممارسته الاجتماعية، الآن انتظم في العلاج، أصبح سعيدا، أصبح يمارس حياته الاجتماعية بصورة طبيعية، ولكن ارتجعت الأعراض ورجع إلينا واستنفذنا معها كل العقاقير واستنفذنا معها كل الأدوية. ما الخطوة التالية؟ الخطوة التالية هي في معظم الأحيان هو منظار للبروستاتا. المنظار ببساطة هي آلة رفيعة يتم إدخالها في مجرى البول، ونقوم باستئصال الجزء المتضخم من البروستاتا سواء بالكي أو بالليزر بأي وسيلة أخرى. النتيجة النهائية هي توسعة لمجرى البول. قدمنا 4 سيناريوهات بخصوص المسالك البولية. السيناريو الأول هو مجرد تضخم حميد في البروستاتا بدون أعراض، تم اكتشافه صدفة، هنا لا داعي للعلاج ولا داعي للقلق، هذه تغيرات طبيعية عمرية فقط، لا داعي حتى لاستشارة طبيب المسالك البولية. قدمت السيناريو الثاني وهي أعراض بسيطة لا تتعارض مع الحياة الاجتماعية للرجل، وهنا أوصي بعدم البدء في أدوية البروستاتا والانتظار ومتابعة المريض. السيناريو الثالث كان مصاحبا بأعراض شديدة تتعارض مع حياة المريض الاجتماعية ووجبت العلاج. السيناريو الرابع هو مريض لديه أعراض شديدة وبدأ بالعلاج بالفعل، ولكن ارتجعت الأعراض بشدة ووجب له أو يوصى له بالمنظار الجراحي. أشكركم، ومن دواعي سروري أن أجيب على كل أسئلتكم على هذا الرابط، وفي أمان الله دائما نلتقي.